يا حي طار دمك عيبك صوتك طافت جايه الاول مس ايمون عبد الحميد دي مضبار دي ثنمهالت تمريت ولايه تيزي وزو ادنيني نشوفي سن الولايه انا هنا با وكذا الولايه الغردايه وسان دين بجاون غورنا دوكاهيل ام بدل يار سنات الولايه ثاني ثوراني ثاني حنا البوهن الدين بجاون داكي غورنا نكوني قرا دين في جاون دينا غورسن لانه قال ديك روحنا كي ردينا على ولايه الغردايه دانت لا اون ايكيب تروح على ولايه انا نبا لا اون اوتر ايكيب تروح على ولايه دو باتنا دون الكادر دي زيشونج توريستيك اونتر لي دو ولايه كي اني نين ثان ميرتي اذا درت كي نطق سبت غادي استقبلوا الناس اللي نعطيكم الصحه الشرف معنا اثن ثورا الجروب اكيد نبو لي دو ولايه ياكي نبو ان شاء الله هكا سي ممكن تمريث ذاك الانسان ذاك اللي تزوجو نسنا تسند سوزرين جو فرار ديت مزيزل تني تدارت جديكن امتى امتى دارت ياكي نتاق ساب نبو ثنا دارت ياكي لاربي نبو ثنا داغني نخدم سن زران دي مكانو مزرو يتسا ذاك الولايه تزوجو نبو ثنا الجهه ثمنطا كي غير لي مولا نبو ثنا ثمنطا كي زران د المجيد مجاهدين دي زوجو زران د المزينا بن رمضان دي لاربانا ثلاثة ان شاء الله هاي اهلا كي مازال ذيك مر يومين كي عرزنا ازدات اكاكي اسند سنات اين كو شو اسان تي زوجو لي بوتونسياليتي توريستيك هيستوريك اي كولتورال يعطيكم الصحة عاوني بارك الله الزلف الاول مرحبا اسمي ثلاثة دونك دون لي كادر دي شونج كولتورال اي توريستيك لا ديكسون لاتيزان لا ولات تيزي وزو جابت برادر ذاك قالت دارت نو دي تروب دو فيني دو ما انا باي ايغارتايا نقول لهم مرحبا بكم في الشان تاعنا زون تو فيزيتي شافوا التراث تاعنا زون شافوا واش شافوا دونك حنا كي الجمعيه الثقافيه ام قياس نعاودو نقول لهم مرحبا بكم في الشان تاعنا بلادكم كي يكون عندكم وقت روحوا مرحبا بكم والله بارك الله فيكم ربي يفتح عليكم الله يجعلها ان شاء الله بلد قريه امنه ناعمه ان شاء الله بحول الله ومرحبا وسهلا بكم في ولايه غردان مرحبا يا سونا غاشي جيت سمدا تدات تقصف تاع السياسي سونا نور هذه قاعد بن فاركار تبي مسات تبي نور هذه قاعد ما شاء الله تسم كل سكواس هذه على عبيد دار جنير هذه نوان هذه قمع بارين غيقون وين نوان هذه قاعد بما شفت فغام
هذه قاعدة عربية حاجة إن شاء الله همكم وانو قني قعدت أتسم كل كل تكلت هذه قاعد كل قدام فرح يسوي دس قسمة وحاجة عبونا غدي بين صحة غدي بين رهنا غدي بين فاركة يوك متل ما تجار نعم وقزم تمطوط أعطى الصحة ورش تقصفت أعطاك من صحة كون ويك أعطاك صحة غاية كجي يا رشا كون نظلة كون حار زعبي أكون سوف الدعبي تجين ونين لله والود انت فغارة لا ولد فغارة هاي وقمع برا انت غادي نفار بشي قاقد النفاق جيرانك هادي قاع بيض بمجاك انا عبار بس نحت كسفت ان شاء الله هادي وقمع بيض اغمات هادي قاع بيض بمسر هادي قاع بيض بمجفاركة هادي قاع بيض بمجخة يجاني يكذب بيقنون يسود من امام هادي فكاع بكسر اذا قلنا قلنا ان شاء الله هاي وقمع برا انت هسو كاع بيض سعد انت هاي وقمع بيض اغمات انت هادي قاع بوي لا وفقح هادي قاع بوي لا وغيجيف هاي قمع بري تايس وغي قاع بمش من دست جنب احدو قوغ الصوادق وغفوني الصوادق يجاني كذا بينو الشد من امان وقلت الحمد لله رانا في بلادنا بلادنا كبيرة واسعة الحمد لله رانا في بلاد القبائل رانا في تيزي وزو القرية وش اسمها القرية تكسبت رانا لقينا استقبال حار 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 ما عندناش الوصف ليه والتعبير ليه نسى القرية كل لقيناه موجودين ضيافة مائدة مستديرة من كل أنواع الحلويات تاع القرية ناس ما عندناش نقولوا بنساهم برجالهم راهم كانوا ناس طيبين وقاموا بضيافتنا مدة 3 أيام درك احنا عندهم هنا في تيزي وزو ما عندي واش حنقول يعني باش نرجع يعني الخير اللي قالوه واللي داروه لنا ما نقدرش نعبر عليه طبعا الغردية جماعة غردية وجماعة عنابة راهم يشكروا جماعة تيزي وزو كل أهل تيزي وزو كل قرى أهل تيزي وزو كل مش غير تيزي وزو القرى واستقبال تاني حار من مديرية مجاهدين عدينا البارح وشفنا تاع تيزي وزو سي المقبرة تاع تيزي كان استقبال تاني حار من عندهم وندعو لهم بالبركة في ديارهم وندعو لهم بأزواج طيبة لنساهم ولرجالهم والخدمة إن شاء الله وإن شاء الله القرى تاعنا ما تكونش مهجورة إن شاء الله تكون عامرة إن شاء الله بالسياحة الجزائرية هي الأولى وبعد نسحقوا تاع الخارج جزائرية نديروا تعارف ما بين الولايات الثقافة تكون مندمجة ما تكونش كل بلاصة وحدها لا نكونوا عائلة واحدة من الشرق للغرب ومن الجنوب إلى الشمال ما عندناش دي فرونتيير ما عندناش ما نسحبوهمش لي فرونتيير لا في اللغة ولا في المسافات ما بين الوحدة الولايات نعم العادات والتقاليد تاعنا لا العادات والتقاليد كل واحد يحكم العادات والتقاليد تاعو كيما نجي عندكم ما ناكلش حاجة قبيلية وما نلبسش لباس سما ما رحتش ما سافرتش بصح كي نجي ونلبس لباسكم وناكل ماكلتكم نعرف بلي أني في طرف أخر من الجزائر والجزائر الحمد لله قارة برجالها وبنساها وبوليداتها ربي إن شاء الله وليداتنا يعيشوا في الأمان وإن شاء الله في الاستقرار إن شاء الله وإن شاء الله كل دار فيها غير الخير والبركة وليداتنا كل يخدم إن شاء الله أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إحنا أتكلم باسمي وباسم مديرية السياحة لولاية غردية أنا أشكر ولاية تيزي وزو على الاستضافة هذه اللي منحتنا هذه الثلاثة أيام أو الأربعة أيام حقيقة كانت رحلة ممتازة بمعنى أتم الكلمة صححنا فيها عدة أمور تعرفنا فيها على عادات وتقاليد ولاية تيزي وزو بالإضافة تعرفنا على المواقع السياحية والمسارات السياحية اللي تميز بها تيزي وزو التي لم نكن نعرف عنها شيء أكيد أنكم أنتم رحبتم بنا في قريتكم ونشكركم على النظافة والاهتمام اللي وليتوه وكذلك الجوائز التي تحصلتم عليها في من خلال الجوائز الوطنية لأحسن قرى نظيفة على مستوى الوطن الجزائري أنا أقول بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وشدوا في بعضكم إن شاء الله وتواصلوا على الأقل تكون هذه نافذة للأجيال القادمة إن شاء الله وأكيد إحنا رايحين ننقلوا إلى ولاية غردية رسالة بأن
ولاية زوزو فيها أماكن سياحية ولا بد من زيارتها، وإن شاء الله بعد هذه الرحلة إن شاء الله تكون عندكم وفود تجيكم الولاية تيزي وزو إن شاء الله. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة والشكر الجزيل. كما لا يفوتني أن أشكر الجمعية التي استقبلتنا في بلدية تقسبت على ونشكرها كذلك على كل المجهودات الجبارة اللي تقوم بها في مجال التطوع وفي من أجل الرقي والازدهار لهذه البلدة الطيبة. نقول لكم الجمعية التي استقبلتنا بارك الله فيكم، وكذلك أنتم مرحبا بكم في ولاية غردية اليوم وغدوة وبعد غدوة إن شاء الله، ويعطيكم الصحة وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحصونا وندنا مرحبا يسونا كاكيد يسموك تدارتنا تكسف تاع لاسوسياسيون ام قياس. مرحبا يسونا كاد يسموك سيد بقاونا كاد يسان كوش تاع مور تسان عطاكم الصحة وكاد يسمى غونا. تشكر مليح مليح لاسوسياسيون تكسف خدمنا ينجهان من ارقازنا مثيراوين خذين نجهان يخدمن وكنا نقاذ راينا نقاذ ايمانا قرا نسعى ورا الحاجات نسعى غادي يخدمنا فخار نسعى غادي يخدمنا لدسان نسعى الكل يعطينا الصحة وكون يعني ربي أما رقزنا متجاوين أما رشا متحذايين نسعى غنقياس نسعى صمعة نسعى تخمثين تسقين نصنع نعاود سوكا تم ديكورات سوكا نخمس سوكا شغل تمور سوكا ولن الزيت أقرا غنخدموك نخدموك بويا غنتمعا وينوك أما رقزنا متجاوين عطينا الصحة الكل وقد يسالوك مرحبا يسونوك كلمة الأمدا نعطيكم الصحة مكر تمور تسن صافي قرا غنتمسن تو راح ندولها ربي ندولها يا ربي من تمسن قرا غتسن دوكا غار نقص ودينا غنبدل وكوني زعما نتسفى هكا ونفرحوك يسون مرحبا يسون صحيتو اللي قال لي السوي هذا السوي كانوا صغار من تغليس تمسن وي تغليس كان مع ولد مولي الهان جمعية الأم قياس تمسن تيزي وزو يعني اسنو شئتني تنمرت خدمي خدمن اسنو تنمرت استقبال غنجين صراحة ديك نخدم أي بها يلها غطس يلها أمج ضيافة ابتسامة كثر خيرهم قوم مسجنا كثر خيرهم فريمون قلنا الشكر زعلو يعني يوم جمعيتو أم قياس اسنيني بون يحفظ بادي تبون ديال عمر زعلان بادي أتم تحفظ إن شاء الله أطفن تفسن بعدها هومت أبكى من تمني أخدم من تمني لو باتخي ماسن تتوراث من تنت ديكي شراء أي بها إن شاء الله زير أدن دول نعاود الناس لا دوزيام فوا تروزيام فوا إن شاء الله تزير نغيت بها تزير نغ ديس منا اللي موشان أي بها تنوع ثقافات التراث نغيبها لازم نحافظ لازم نطف باش نتسيب صغيري جينا من ولاية عنابة أنا رئيس مصلحة بمديرية السياحة لولاية عنابة جينا إلى ولاية تيزي وزو في إطار التبادل الثقافي والتوأمة بين الولايات وصافي بليزير يعني حاجة رائعة جدا باللي رانا هنا معاكم ومديرية السياحة وإطارات مديرية السياحة لولاية تيزي وزو راهم قاموا بالواجب في الجولات السياحية اللي قاموا بها معنا وكذلك السكان المحليين واللي زرنا مناطقهم وكانت يعني ظروف جد حسنة وخاصة المناطق التاريخية اللي زرناها إغيل إيمونة وإيمونة ودائرة الأربعة ثلاثا والمناطق الأخرى وتيكزيرت ناس طيبين وكل اللي رافقونا في هذه الرحلة أرواح هارون كل اللي رافقونا هذا هو الانطباع اللي داوه لهذه الرحلات. نعم صح. On était très contents. En plus, nous ne savons pas qui a été fait pour nous. Ils ont fait le Kisra. Ils ont fait le Kisra. Vraiment, nous sommes les Amazigh. Top. Je vous remercie. Et nous avons déjà dit que nous avons fait le tourisme et la restauration. C'est bien les Kabyles. Je vous remercie. Merci beaucoup.